خط. والله اطلع على الخط. لو نظرنا للاعوام السابقه ستجد هنالك فرق كبير بين المشاركه في الاعوام السابقه وهذه السنه. اتحدث عن نوعيه الكتب المطروحه، نوعيه جيده تلبي جميع الاذواق من الصغار الى الكبار. المهتمين في شيء السياسي تجدهم متركزين بجانب معين، المهتمين بالشان الاجتماعي الاقتصادي، هنالك دور ايضا للقطاع الاقتصادي في هذه المرحله، هذه اضافه جديده لمعرض الكتاب. لم تكن موجودة في السابق أن يكون القطاع الاقتصادي مشارك في هكذا مهرجانات. أعتقد أننا سنشهد أيام مقبلة أفضل من خلال المشاركات، من خلال مشاركة الناس. دور المشاركة العربية والعالمية والعراقية أصبحت بهذا المعرض يعني يعطيه نتيجة أنه 100%، بينما بالسنوات الماضية كان الوضع الأمني وأمور كثيرة كانت ما تخلي العرب أنه يجون يشاركون بهيك معارض، بس هذه السنة من فضل الله سبحانه وتعالى صار دور العربي والتواجد العربي اللي موجود والأجنبي والعراقي أيضا لهذا المعرض جدا فعال. معرض بغداد الدولي بهذه الدوره مالته يتميز بكثر دور النشر المشاركه، وهي يعني بادره جيده وتدل على انه اكو تقدم حيوي في هذا المجال، خاصه في موضوع القراءه والكتابه. القارئ العراقي اصبح نهم يعني، ومتلاحظ انه النساء اكثر من الرجال في هذا الموضوع. مع ذلك اذا شوف احنا مثلا مع تحسن العلاقات مع بعض الدول العربيه، الكويت والسعوديه دخلت بشكل كبير باوسع مشاركه، وهذا مهم جدا ايضا حتى يكون هناك تنوع ثقافي وتنوع باشياء كثيره. المعرض بغداد الدولي يعني هذا بكثرته وتنوعه يدل على انه العراق لا زال قارئ مهم في الوطن العربي، يقرا وايضا يطبع.